طالب بتحرير قرانا المحتلة من حزب البي بي كي وأعوانه والنظام المجرم، ونحن معكم وأمامكم، ووفقكم الله إلى تحرير وطنكم الغالي سوريا كاملة. نحن من أرض مسلوبة مغتصبة، نحن مكلومين، إن معتقلين، إن معتقلات، أراضينا رايحة. أنا صاحب حق، بعد هالسنين الطويلة ما حدا وقف بلجانبي بصدق. أنا اليوم طالع أنادي بحقي وأناشد بحقي، بارودتي عندي وزخيرتي عندي وأنينة المي عندي، ومالي عجزان عن رغيف الخبز أشيله معي، أنا مالي بحاجة حدا. وانتهى الكلام. ننادي باسم العشائر وباسم أهل ترفعت وباسم كافة القرى المغتصبة من حزب البي كي كي وحزب النظام الفاسد. نتمنى، لأن نحن صرنا 8 سنين شفنا القهر، شفنا اللوم، شفنا التعب، شفنا ما تمشي بالصعوبات اللي بشفنا، المطر، شو الخيمة استحمينا، لا تحمينا من حر الصيف ولا تحمينا من البرد القارس ولا تحمينا من المطر ولا تحمينا من شيء. نحن بدنا نحرر أراضينا، نحن الشعب، نحن العشائر، نحن من عشيرة البوخميس، العشيرة الدليم، عشيرة القيس، كافة العشائر. نحن مو ضروري نحن بالنسبة لنا بالعسكر، نحن بالعشائر نتمنى كافة العشائر تساندنا بتحرير أراضينا. منذ 7 سنوات وإلى الآن لم تبدأ بوادر لتحرير هذه المناطق، ونعتبر هذا الحدث الجليل، الحدث العظيم، هذا تحرك العشائر، ونحن نتضامن معهم ونقف معهم صفا واحدا بتخفيف الضغط عنهم، ونناشد جميع المدنيين والعسكريين من أبناء العشائر والقبائل اللي فتح هذه الجبهات لتحرير مناطقنا من الأحزاب الإرهابية، أحزاب الانفصالية، أحزاب البي كي كي، لطردهم، لطرد هذا التنظيم الإرهابي من جميع سوريا. هذا التنظيم الإرهابي مثله مثل تنظيم داعش ومثل تنظيم حزب الله، تنظيمات إجرامية أتت لقتل الشعب ولمساندة النظام.